محمد شريف امامنا هنا في هذه اللقطه يضعها للحريف. بص الكره، بص الكره الحلوه، بص الكره الحلوه، بص امامنا هنا يا ولد يا اكرم، يا اكرم يا لعيب، اكرم بايه؟ كرم وذكاء، اكرم توفيق، يوصل محمد شريف اللي بلمسه واحده، بلمسه واحده، بلمسه ابداع من امامنا هو ماركو فان باستن. حاجات ثانيه ايه؟ حاجات اللمسه اللي تتشال من فوق حارس المرمى. لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا اكرم، الهدف الاهلاوي الاول، الاهلي يسجل، الاهلي يسجل الهدف الاول عن طريق محمد شريف. لكن يا تمريرتك